أنا عايز أرجع مرة تانية للدكتور رامي عشان أسأله حوالين فكرة ما يجري الآن على الأرض من دخول إلى مشهد الصواريخ والأسلحة. كان دائماً ما يتردد دكتور رامي أنه الصواريخ المقاومة هي صواريخ دفاعية، هي رد فعل في حالة الاعتداء على القطاع تحت أي ظرف. الآن دخول هذا المشهد وامتلاك المقاومة زمام المبادرة والدخول في معركة ليست مرتبطة بغزة بشكل مباشر وإنما مرتبطة بالقدس، كيف تقرأ هذا التحول في طريقة المواجهة والصراع ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال؟ هذه المعركة أثبتت ما كانت دائما تقوله حركات المقاومة، أن إعدادها واستعدادها وهذه المراكمة من القوة التي تبني ليس هو من أجل أن يفتح معبر هنا أو يدخل مجموعة أموال من هنا، إنما هذه هذا الجهد العسكري وهذه المقاومة ما تبذله كله من أجل تحرير الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس. بالتالي دخول المواجهة في هذه المعركة أثبت أن المقاومة الفلسطينية في غزة هي سند لأهلنا في القدس وسند لأهلنا في الضفة وستبقى سند لأهلنا في الداخل. بالتالي المقاومة في غزة اليوم تبث الروح والحياة في القضية الفلسطينية من خلال هذه المقاومة برفع شأن القدس وتضعها في مركز الصدارة وتبعث الأمل في النفوس وتؤسس لمرحلة جديدة من الصراع التي يجب أن تشمل كل الأراضي الفلسطينية، لأنه أثبت قطعا أنه لا حل أمام أبناء شعبنا إلا بمواجهة الاحتلال الصهيوني. بالتالي هذه المعركة أيضا فضحت المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهذه المعركة لها دلالات عميقة حقيقية على الكيان المصطنع. بس هو برضو في المقابل بيقول لك أنه بيستهدف، يعني الآن أوقع قتلى أو شهداء في صفوف كتائب القسام وفي صفوف قادة لسرايا القدس، وهو إذن يصيب أيضا فيهم ويحدث فيهم إصابات. هو يروج لذلك بأنه قادر على أن يستهدف أيضا القيادات الميدانية. من قال أن العدو لا يستطيع أن يستهدف وأن يبطش بالشعب؟ لا يوجد مقارنة بين إمكانيات وقدرات العدو الاستخبارية والأمنية والمنظومة، أقوى قوة عسكرية موجودة في المنطقة. بالتالي هذه القوة التي المصطنعة التي يحسب لها البعض ألف حساب، اليوم الكيان هذا المقاومة كسرته وقادر أن تتحدى. من العجائب التاريخ العسكري بل السياسي أنه غزة هذه المحاصرة هي الوحيدة التي تنجح في تحدي هذا الكيان وتضرب مستوطنات وتضرب تل أبيب، تضرب بئر السبع، تضرب مقاومة باسلة تستمر باستنزاف روح إسرائيل الكيان الصهيوني وأعصابه وثقته في ذاته عبر هذه العقول وتربك حساب قياداته الأمنية والعسكرية. المعركة حتى الآن تنجح فيها المقاومة بامتياز، تشل الجبهة الداخلية الصهيونية، ومن يرتقي من المقاومة هو يحسب ذلك وتحسبه المقاومة شهيدا في سبيل هذه المعركة. وهذا الأمر يعني من التضحيات التي تقدمها المقاومة في سبيل القضية الفلسطينية والقدس، وهذا يرفع من شأن المقاومة ولا ينقص من رفعة وقدر هؤلاء الشهداء. نعم. الذين نحسبهم شهداء عند الله. طيب، ده هيدفعني للعودة مرة أخرى للدكتور عبد الله، وكان يتحدث عن نقطة غاية في الأهمية وهي فلسطيني الداخل، اللد وأم فحم وغيرها، هذه المدن التي كانت ربما لا يتذكر الإنسان أنه في وجود لها للقضية الفلسطينية في هذه الأماكن، أو رفع شعاره أنه الفلسطينيين الداخل قد ناسوا القضية وما إلى ذلك. كيف تقرأ هذا التحول النوعي الذي بات فيه بأنه لا، قضية القدس هي قضية محورية حتى لدى فلسطيني الداخل، ويدفعون في سبيلها اشتباكات حية الآن مع المستوطنين؟ طبعا سيد الفاضل، يعني مخطئ من يظن أنه أهلنا في الداخل لم يكن لهم أي اشتباك مع الاحتلال فعليا في الفترات الماضية وفي التاريخ المعاصر. طبعا لا ننسى أنه في سنة 2000 عندما انطلقت انتفاضة الأقصى كان هناك 13 شهيد في أراضينا المحتلة عام 48، وبالتالي هم قدموا فعليا. لكن المختلف هذه المرة هو شكل وحجم الحراك. شكل الحراك فعليا في ذلك الوقت كان عبارة عن مظاهرات، يعني مظاهرات نهارية ملتزمة فقط بأن تكون
في بعض المناطق اللي خاصة المناطق التي تشكل فيها الوجود العربي الوجود الكامل، مثل تحديدا منطقة المثلث في ذلك الوقت. ولكن هي منطقة المثلث نقصد فيها طبعا مدينة أم الفحم وما حولها من قرى فعلية في هذه المنطقة. هذه المدن أصلا هي مدن كاملة عربية بالكامل، مثل كفر قاسم وكفر كنة، مثلا قرية كفر كنة ومصمص، وإضافة إلى أم الفحم وغيرها. الفارق الآن أن المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 داخل الخط الأخضر دخل بكل قوة وبكل ثقل فعليا في هذه المسألة، وهذه النقطة الأساسية في المدن المختلطة. المدن المختلطة طبعا لا يفهمها كثير من الناس، لا يعرفون أنهم في داخل الأراضي المحتلة عام 48، لأن سكان هذه المناطق يحملون الجنسية الإسرائيلية رغما عنهم، فهناك مدن معينة هناك فيها اختلاط كامل بين المسلمين، بين الفلسطينيين الأصل والفلسطينيين عفوا واليهود. فبالتالي مثال على ذلك مدينة يافا، مدينة الرملة، مدينة اللد، مدينة حيفا، هذه المدن فيها اشتكاء، فيها يعني تشابك كامل في الحياة بين الفلسطينيين وبين اليهود في هذه الأراضي. وبالتالي هذه أول مرة يخرج الفلسطينيون هناك عن صمتهم بهذا الحجم الكبير، وتظهر فعليا الصورة الحقيقية فعليا للجيران بين قوسين الإسرائيليين الذين كانوا يمثلون على مر التاريخ، تحاول دولة الاحتلال أن تقدمهم كنموذج للتعايش وتظهر فعليا أنه والله الرملة هذه مثال للتعايش، اللد مثال للتعايش، حيفا مدينة مثال للتعايش. المشهد العظيم الذي شهدناه في مدينة اللد أمس والذي شهدناه في مدينة حيفا اليوم عندما أزيل العلم الإسرائيلي ورفع مكانه العلم الفلسطيني، هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الهبة الجماهيرية مختلفة تماما في شكلها وفي طبيعتها وفي أبعادها عن كل الفترات الماضية وكل ما عرفناه سابقا، وفاجأت الاحتلال بشكل كبير جدا خاصة في مدينة اللد، لأنها المدينة الأكثر تضررا فعليا، لأن رئيس بلديتها هو واحد من الجماعات المتطرفة من أقصى اليمين اللي هم جماعة بنغفير فعليا وحزب القوة اليهودية، وهذا الأمر الذي يعطيها زخما كبيرا جدا، ولا أتوقع أن يكون له نهاية قريبة جدا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس. وسؤالي هنا دكتور رامي، إلى متى يمكن أن يصمد الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه الصواريخ ونحن نرى المستوطنين وهم يجرون كالفئران يختبئون في الملاجئ؟ إلى متى يمكن أن يصمد المواطن الإسرائيلي المحتل لهذه الأرض إزاء هذه الصواريخ التي تنهمر عليه من السماء؟ لذلك المقاومة تعتمد على هذا الموضوع، لأنها تعي وتعرف خصوصية ونفسية المستوطن داخل الأرض المحتلة، أنه ليس صاحب نفس طويل، وأن هذا المستوطن الذي جاء به إلى هذه الأرض جاء به حتى يتمتع بالرفاهية ويعيش كما قالوا له بأمن وسلام، وهو يأتي إلى فلسطين والآن هو أمنه مهدد وله 24 ساعة يقبع في الملاجئ، و قبل قليل تحذره المنظومة الأمنية والعسكرية أنه يمنع عليهم الخروج حتى إشعارا آخر من الملاجئ، فهذا واقع لا تحتمله المجتمع الصهيوني، أيضا لا يحتمل المنظومة السياسية والعسكرية تهديد الجبهة الداخلية وتعطيل المؤسسات وضرب المناطق الحساسة، مناطق البترول، تعطل الطيران، هذا اقتصاديا يكلف الاحتلال كثير في ظل أزمة كورونا التي تعصب بالكيان الصهيوني، وفي ظل وجود أزمة سياسية يتعرض لها الكيان الصهيوني، عدم وجود حكومة قادرة أنت تسير بالحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني، كل هذا يمثل ضغط على القيادة السياسية ويمثل فرصة للمقاومة لتضغط على هذا الاحتلال حتى يلبي شروطها وشروط شعبنا الفلسطيني بوقف العدوان عن القدس وعدم انتهاك المقدسات ووقف العدوان عن شعبنا.